السلام عليكم، أهلا وسهلا، حياهم الله، شرفنا، زارتنا البركة، صباح الخير والمسرات، تفضلوا تفضلوا، حياكم الله، أهلا وسهلا وتشرفنا، اليوم فرصة راح نتريق وراح تشوفون ريوقنا ولو هو ريوق بسيط ومو معتادين عليه، راح تتفاجئون لأنه ريوقنا من نوع خاص يختلف عن الريوق التقليدي اللي موجود عند العالم، وهذا إن شاء الله له فائدة كبيرة. هذا الريوق هو الصحيح. هسه تفضلوا تريقوا وياي ولو هذا مو ريوقكم، لأن الناس اعتادت على أكل بالفطور اللحوم والألبان، واعتقد هاي حالة مو صحيحة. يعني احنا مو ممتنعين نهائيا عن اللحوم والألبان، ولكن قدر الإمكان التقليل منها والاعتماد على الطعام الاعتيادي الطبيعي الغير مصنع. انا اشوف احسن ريوق هو التمر، لا مجال لذكر الفوائد لأنه معروفة، إضافة إلى أنه تناول التمر أثناء الفطور راح يمنعك من تناول الشاي، الشاي اللي يسبب بسحب أو القضاء على الحديد الموجود بالجسم. ولهذا أنا أعتبر الوجبة المفضلة هي بالفطور هي التمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أني المواطن يونس صالح غثوان، مواليد قضائية محافظة الأنبار، تولد 1961، الآن متقاعد، أنهيت الدراسة الابتدائية ثم المتوسطة والإعدادية، بعدها درست في الأدب الإنجليزي وتخرجت سنة 83-84، وعملت من ذاك الزمان لحد قبل سنة تخرجت، والآن متقاعد. الإنسان يجب أن لا ينتهي عمله وإنتاجه إطلاقاً. فترة التقاعد لا يعني العجز والاتكالية، ولهذا بدأت أعمل في مهنة مفيدة للناس وهي إنتاج الصابون الطبيعي، والحمد لله هذا الصابون لاقى إقبال من المدينة والمحافظة، والآن جميع المحافظات تنعم بهذا الصابون الطبيعي. والغرض من إنتاج هذا الصابون هو الابتعاد عن الصابون الكيميائي والصناعي الذي يسبب إيذاء للبشرة والجلد، وخاصة الشريحة المهمة وهم الأطفال، حيث أن هذا الصابون يقوم ببناء أساس قوي وصحيح لبشرة الكبير والصغير. حقيقة يعني كان ريوقي يمكن استغربته هو التمر. هاي العادة كانت قديمة، كنا أيام بالستينات من نروح للمدرسة ناخذ ويانا التمر لأنه مصدر غذائي يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن. اللي يألمني بالوقت الحاضر أشوف أبنائنا الطلبة بالمدارس يتناولون كميات كبيرة من المواد اللي تدخل بها المواد الكيميائية والمواد الحافظة، مثلا الجبس والبيبسي
والمعجنات، وهذه ظاهرة غير صحيحة. نأمل أن يكون يعني ثقافة شعبية جماهيرية عند الناس بالامتناع وليس التقليل عن هذه المواد والاعتماد على الفواكه والخضار بالنسبة للطالب، حتى يكون بناء سليم ويكون كما معروف العقل السليم في الجسم السليم. بإمكان الطالب أن يستوعب المعلومة الصحيحة وأن يمارس النشاط الصحيح إذا كان جسمه مبني على أسس صحيحة. والله من أحد ممارساتي اليومية الصباحية هي الاعتناء بالحديقة حتى تكون مصدر للراحة النفسية. أنصح أي مواطن بأن يمارس أو يزرع أي نوع من النباتات في البيوت، حتى اللي يسكنون في شقة سكنية، حتى لو كانت الزراعة بعلب صغيرة، لأنه اللون الأخضر يعتبر جدا مهم بالنسبة للراحة النفسية، إضافة إلى تطيب الجو داخل البيت. فضروري وجود الخضار في المدينة، قلنا حتى ولو كان إذا ما موجودة مساحة زراعة بالسندان أو على الأسطح، فالزراعة داخل البيوت ضرورية جدا. والله أنصح الجميع بالنهوض مبكرا، وهاي العادة اعتدنا عليها من أيام الطفولة، حتى بالمدارس كانوا يدرسونا بالأناشيد، قم إلى الدرس صباحا واجتهد كي تتعلم. وكانت أتذكر لافتة موجودة بالمدرسة: نم مبكرا واستيقظ مبكرا، لما له من فوائد كبيرة، لأنه ثبت أنه النوم المبكر من الناحية الصحية أفضل بكثير من التأخر. ولكن مع الأسف بالوقت الحاضر السهر، وهذه عادة غير صحيحة. السلام عليكم. رحت هسه متجهين للسوق، يعني احنا هسه الان متجهين الى السوق، لا نتجول باحد الاحياء الحديثة، حيث ان جميع او اغلب احياء مدينة هيد هي احياء حديثة، يعني ما يتجاوز عمره 40 أو 50 سنة. كانت المدينة مقتصرة على منطقة القلعة،
حيث كانت مدينة صغيرة، حيث أن تعداد 1947 يشير إلى أن تعداد المدينة لا يزيد عن 5000 نسمة. المعالم المهمة بهاي المدينة أنها مدينة تراثية تاريخية، توجد فيها عدد كبير من المعالم الحضارية كمنارة المعمورة اللي هي قديمة جدا، ومنارة الفاروق اللي توقع في جامع الفاروق في منطقة القلعة القديمة. البنية الأساسية للسكان، تعتمد أغلب الناس على الزراعة والأعمال الأخرى بسبب وجود المعادن في هذه المدينة مثل القير اللي توجد عدد كبير من العيون، حيث يوجد في هذه المدينة وفي ضواحيها أكثر من 50 عين، وهذا القير مهم جدا ويستخدم في أعمال البناء، إضافة إلى وجود الحجر بنسبة كبيرة جدا، حيث توجد عدد كبير من المقالع ومعامل الحجر التي تقوم بتصنيع الحجر بأشكال هندسية جميلة، حيث يستخدم في البناء وخاصة واجهات الدور والعمارات. ونظرا لكثرة المعامل في هيت، فإن مدينة هيت تصدر الأحجار المصنعة إلى أغلب مناطق العراق. الزراعة تعتبر جيدة في المدينة، حيث تزرع أغلب المحاصيل الزراعية كالفواكه والخضر، حيث تشتهر هي بالبرتقال المتميز عن بقية المنتوج في العراق بطعمه ورائحته، إضافة إلى زراعة السمسم والذرة والحنطة والشعير وكثير من المحاصيل الزراعية. البنية الاجتماعية لهذا المجتمع هي بنية حضارية مدنية، حيث يسود الوئام بين أغلب سكان هذه المدينة، وتعتبر هي متكونة من عدد كبير من العوائل، والميزة التي نعتز بها هي اللحمة الاجتماعية، حيث أن جميع أبناء المدينة يشاركون بقية الأفراد في الأفراح والأتراح، وتظهر المدينة كأنها عشيرة واحدة. السؤال اللي يواجهنا دائما من الناس انه لماذا امتهنت هذه المهنه ولماذا عملت بصناعه الصابون؟ الحقيقه الموضوع بعد اطلاعي على الصوابين الموجوده بالاسواق المحليه تبين ان جميع او اغلب الصوابين الموجوده هي صوابين مستورده ومصنعه من مواد كيميائيه، وهذا يشكل خطر كبير بالنسبه للانسان. لهذا اتجهت
إلى صناعة الصابون الطبيعي لنفسي من مواد زيوت طبيعية من مناشئ محترمة. بديت أصنع الصابون الحقيقي لنفسي ولعائلتي لتجنب الأضرار اللي يسببها الصابون الكيميائي. فعند إنتاج هذا الصابون بدأ أصدقائي والأقارب والجيران بطلب هذا الصابون، وبعد أن شاع استخدامه بدأ الطلب الكبير من المدينة. لهذا قمت بتأسيس هذا المعمل وحصلت على الموافقات الرسمية، وكما مثبت رقم الإجازة موجود لإنتاج هذا الصابون. السبب الآخر اللي خلاني أمتهن هذه المهنة إنه مدينتنا تحتوي على عيون تنتج مواد كبريتية، مثلا غاز كبريتيد الهيدروجين H2S، وهذا يسبب أضرار كبيرة للجلد. فمساهمة مني بمنع هذا الخطر بديت أشتغل على هذا الصابون لاستخدام المواد الطبيعية، والحمد لله جاب نتيجة ممتازة. ويمكن الاطلاع على النتائج اللي حققها هذا الإنتاج من خلال موقعنا على الفيسبوك صابون يونس الطبيعي. بدأنا نشتغل هذا الإنتاج من زيوت، وصناعتنا تعتمد على نظام الحاسبة الصابون العالمي، حيث أن الصابون الحقيقي يجب أن يتضمن 7 مواصفات عالمية، والحمد لله كلها متحققة في صابوننا. الصابون الحقيقي يجب أن يحتوي على المواصفات اللي هي الهاردنس الصلابة والكلينينج التنظيف والكونديشن الحالة العامة والبابلي اللي هي الفقاعات واليود المتحرر الأيودين والملمس اللي هذا يتحقق بوجود نسبة كبيرة من زيت الزيتون في الصابون، إضافة إلى التفاعل العام، وهذه النسبة متحققة بأعلى النسب. لهذا النتائج الحمد لله جيدة. بدأ هذا الإنتاج يعرف من قبل المدينة والمحافظة وبلدنا العزيز، وبدأنا نضخ للأسواق، والحمد لله النتيجة مشرفة.
حياكم الله بمقهى التراثي اللي يقع في وسط المدينة. حيث نلاحظ أن هذا المقهى يضم الطبقة الكادحة ويعتبر ملتقى للشباب. هذا المقهى تعتبر من أحد المقاهي التراثية والتاريخية في مدينة هيت، حيث توثق فيها معالم المدينة وشخصيات من المدينة، الشخصيات اللي قدمت العطاء لهذه المدينة من علماء ومفكرين وأساتذة وفلاسفة وحرفيين ومنتجين وفلاحين، إضافة إلى وجود بعض الصور لمعالم هذه المدينة القديمة. تعتبر هذه المقهى من المقاهي المهمة كونها تقع في وسط المدينة حيث يجتمع بها المسافرين، إضافة إلى الصناعيين والكسبة حيث يتداولون في أمور تهم المدينة وتهم وضعهم الاجتماعي والعملي في هذه المدينة.